من ضمن التعليقات، لينكد ان بالنسبه لي فقد جزء كبير من قيمته كمنصه احترافيه في الفتره الاخيره. بقيت بحس انه هدفه فقط ايجاد فرص افضل للكورسات، وبقى ما بقاش زي زمان انا مستخدم من قديم، ولكن كل الحاجات اللي عليه دلوقتي بقت صور، ولكنه قلب فيسبوك وما بقتش عارف اعمل ايه. الحقيقه طبعا دي اعتقد انها مشكله عندك انت، ان الحساب بتاعك انت ضايف ناس في النتورك او في الشبكه بتاعتك مش افضل حاجه، هما اللي بيعملوا شير الحاجات دي. لكن لينكد ان، ودي مش دعايه ليه، ان هو مش يعني مش محتاجني، من افضل الاماكن اللي بتجد فيها فرصه عمل، بتشوف فيها السوق ماشي ازاي، الشركات العالميه والبنوك الكبيره كل الحاجات دي بينزلوا عليه شغل. فلا، لسه ما زال من المواقع المحترفه جدا، ومن اهم المواقع في ايجاد الشغل انك تعرف السوق، ان يحصل لك تالنت اكوزيشن، حد يخطفك من شركه تانية او يبعت لك لفرص عمل، وشفنا ناس كتير اشتغلت منه. فلا، من افضل الاماكن. انت بس كل اللي عليك انك تبص في النتورك بتاعتك، في شبكه العلاقات بتاعتك عليها، تبص الفريند مين اللي بتعمله فولو، امسح الناس او اعمل ان فولو للناس اللي انت بتلاحظ انهم قلبوها فيسبوك، ويعني صواني ورد وصباح الخير وفناجين والكلام ده، امسح دول وحاول انك تعمل فولوينج للناس اللي فعلا تستحق. وانت اللي بتستخدم الموقع ده، انت اللي برؤيتك تعرف انك تستخدمه بطريقه كويسه، حط صوره كويسه، حط بياناتك الشخصيه، ارفع السي في بتاعك، يعني انت اللي في ايدك تخليه يا اما كويس او وحش. وكذلك الفيسبوك في ناس بتعمله هلس، وفي ناس بتخليه ليه قيمه كويسه، فلا، ما زال ليه قيمه كويسه. انت بس ظبط الاكونت بتاعك، وبالتوفيق.